فيلم الممر كان من إشراف الفني وبدأ مع الفكرة وكتابة السيناريو، وبعد كده كان إشراف على بقية عناصر الفيلم. عنده نوع من التشجيع، نوع من التوجيهات كانت موجودة بينه وبين المخرج من بعيد لبعيد، طبعا حكم انه اساس لا يصير في نوع من حكر المخرج، ان المخرج دائما يحاول يطلع صورة معينة في باله، فكان توجيهه يعني توجيه احترافي، انه نوع من يعني عن بعد، يعني انه يعبنه وبين المخرج يتكلمون بهدوء وهذا وبس، ويبتعد ويراقب من بعيد ويشوف الحركه شلون صايره وهالامور هذه الموجوده. استاذ عماد طبعا كبيرنا يعني الله يعطيه العافيه، بصراحه كان متحملنا يعني احنا كشباب وكذا، يعطينا بعض الامور الفنيه، والله بدر سو كذا، بدر ليش ما تسوي كذي، هاللقطه هذه ممكن ترمز حق كذي، هذا حق، فبصراحة ما قصر من توجيهاته، وهذا حتى كان يقعد معنا بالحر ويقعد معنا بالليل للفير. تجربة استمتعت بالإشراف عليها والمشاركة فيها وتعلمت منها، وبيعني لي أيضا نموذج من الإصرار الشباب الكويتي على أن هم يصنعوا سينما وأن هم يتحدوا كل العقبات اللي موجودة أمامهم، ان هم يقدموا في النهايه فيلم قصير قادر على انه يشارك في المهرجانات وانه يمثل الكويت خير تمثيل، وان في النهايه بيعني ليا الفيلم ان في مجموعه من الشباب الكويتي الان متحمسين ان هم يقدموا سينما مختلفه وسينما بتعبر عن البيئه وبتحمل في نفس الوقت ملامح عصريه مما يدور من افكار ومن احداث، واتمنى كل التوفيق لهذا الفيلم. استاذ وليد الشمري مسكين كان كنا متعبينه يعني، يلا نرد نعيد اللقطه، نرد نسوي كذا، نرد نسوي كذا، بس كان وليد الشمري ما كان عنده مشكله، اي يلا اوكي يلا، هذا ساعات قاعد يتساسر مع عبد الله التركماني، كان يقول معود بس نبي نخلص وكذي يعني، وكان يقول حق محمد قاسم ما شاء الله عليهم، كان يعني من الشباب اللي ما قصروا معانا يعني، تعبوا الاوضاع اللي انا كنت اخذها، هو كان يعني بغير يحاول يلقى له منفذ يعني، المخرج ياخذ لقطه واسعه توهق ولا بوم، وين يبي ياخذ وين بيحط هذا، والمكان ضيق والممر يعني طويل، ما في مساحات، ما في ارتفاعات، ما في شيء، فكان يدور له على حلول. راح ايمن وعلى ما قصروا، علاء ويا الشاب الثاني المصري كانوا ما شاء الله عليهم سريعين، فيهم حياه، فيهم روح، يروحون يردون يرجعون. طبعا ايمن يعني بصراحه الانسان يعني جدا جدا خدوم، جدا راقي، جدا محترم، الأدب اللي عنده وايد حلو، حسيت انه فعلا هذا احد شباب الثورة المصرية اللي المفروض انه يمثل مصر خارج مصر. بس في مصاعب صارت بالتصوير، لان انا اول مرة يعني اكون مخرج، ففي طريقة ترتيب، كان في ترتيب شلون ابي انفذ هذه اللقطة، شلون متى راح اصور هني، متى راح اصور هناك، زائد ان التجهيز للقطات كان هم في هم نوع من الصعوبات، كان من الصعوبات ان المكان كان طولي، ما كان فيه عمق، ما كان فيه مساحه اساس انه ممكن يتحرك فيها الكرين على راحته، او ممكن يحط شاريو كمخرج يعني ممكن يتصرف في اللقطات، هذه هم من الصعوبات اللي كنا نواجهها، المخرج كان يداركها طبعا انه يغير اللقطه، يعني يحاول يعالج الموضوع بسرعه. الشاب محتاج دعم معنوي، دعم فكري، دعم ان انت انا كواحد هاوي للسينما ادعمني دعم معلومات، عطني معلومات عن السينما، عطني شلون احرك السينما، عطني سيناريو سينما، عطني الحوار، عطني شلون احرك الكاميرا، اضاءتي شلون اصفها، علمني شلون امسك انا اخراج، علمني شلون اقدر امسك اخراج كاميرا. اذكر اني كنت اكلم احمد الظفيري الله يعطيه العافيه، كنت اقول لاحمد يعني انا في باري صوره وراح اقول لك شنو هذه الصوره وشلون اتخيلها، ابيك تصورها شلون، هذه طريقتك انت على استاذ حسين الخوالد،
لازم تعطوني الرؤية اللي في بالي. عجبني أيضا زوايا التصوير، وايد عجبتنا زوايا التصوير، الأنجلز، البعد، القرب، الزومينج، عجبتني. ما تعطي انطباع اللي يشوفها إنه هاوي اللي مسويها، لا محترف، يعرف إيش قاعد يسوي، يعرف شنو يبي. أحمد ما شاء الله يعني متمكن من ناحية التصوير، فقلت له أبي الزاوية كذا، أبي الزاوية كذي، أبي تكون بهالصورة، أبي هذا. وكنت أكلم الأستاذ عبد الله التركماني، صديقي وحبيبي يعني، إنه والله أنا بغيت تكون حاليا لو قاعد تمثل والله تسوي كذي طيح. المخرج طبعا صديقي الله يسامحه الأستاذ بدر الحسينان، ما قصر صراحة، هيئ لي الجو النفسي بشكل يعني الجو المحيط أساسا إنه فعلا ممر، يعني بس مو ممر يعني داخل بيت أو داخل شقة، يعني يكون ممر شيء حلو، إضاءة خفيفة، لوحات، كراسي استراحة مثلا أو شيء كذي، لا مر طوفة محترقة شوية كذي على الأرض، تراب، عفوا مو تراب، سمنت كذي المفردة تصير صح، سمنت، شوك، زجاج، سامير، صخر، بايبات، حتى خشب، وإضاءة خافتة يعني ذبحنا بمعنى صح. أنا بصدر الرحب أنا كنت زحفة يعني أول ما دشت زحف ومقطع طبعا هدومه وكذي، حتى الوسخ اللي عليه إحنا وسخناه والله شوي، لكن لما زحف مسكين لا يعني كان وسخ داش لجلده يعني حتى كان يتحكك فقير. كان يكلمني ثاني يوم يقول لي بدر قعدت تفرق قعدت هذا ماكو فايدة يعني بالغصب يعني كان يقدر يشيل المادة هذه اللي عليه يعني من سبة الوسخ وكذا. وإحنا بعد مسخين بعد المكان أكثر بسميت وقاطين على ما أدري شنو، قاطين خشب، وكان في بعد حتى زجاج، وكنت بعد مشي حافي أساس إنه يعني يأخذ الشخصية الموجودة بالسكريبت بالضبط. تركماني كان أبدع ونافس نفسه في إنه فيلم قصير يعيشنا معاناته في هالعشر دقائق أو أكثر شوية، أعتقد بأن أداءه، لكن غير مستغرب على موهبة مثل تركماني. يعني أساس إنه واحد يتعايش مع الجو المحيط هذا طبيعي لازم توفر الجو أو المناخ يكون صحيح، فهو ما قصر من هالناحية يعني. هذه يمكن واحدة من المصاعب، لكن يعني أنا ما كانت عندي هي فيها مشكلة، يمكن تكون في مشكلة عند وايد ناس ثانيين، لكن ما أعتقد إن هي أنا عندي فيها مشكلة إن تتعامل أنت مع المناخ هذا. فمشكلة ثانية كانت اللي هو الكرة الحديدية، شخصي ما بين كسر الثقل إلى الخروج إلى النور كان هي مرحلة الثورة والانتفاضة على الوضع الراهن. في وسط هاللاوية هذه شلون راح تتحرك وشلون راح تمشي، لأن كنت أنا أمشي فيها يتعلق فيها خشب، يتعلق فيها مسمار، شلون تلها. فكانت هذه واحدة أهم من الصعوبات يعني كانت موجودة. كان وزنها يعني أنا كنت حاط في بالي 3-4 طلعت في الأخير 15 كيلو. تخيل أنه انت قاعد تلمع كرة حديدية وزنها 15 كيلو في ريل واحدة، وما لا يعني اساس لا اكون كذاب يعني، وما قصر معي في مشاهد ساعات ياخذني مثلا من الجزء اللي فوق فكان يخفف يقول لي لا طلع وصفد، يعني فعلا كان فيها معاناة يعني، كان فيها معاناة يعني. يمكن من اكثر الاشياء اللي تعبتني فعلا الصفد، لان في مشاهد بعدين اللي قدام لما كنت انا اتحرك الصفت كان يطق في ريلي يعني. لما كان يطق بريلي كان يسبب احتقان في يعني تحتقن الدم ويسوي مثل جرح بس جرح يعني مو ظاهري، خلينا نقول جرح من تحت يعني من تحت الجلد يعني. فما كنت اقول الا مره من المرات حركه معينه فتعور، قال لي اه مالك تعورت من شنو؟ احنا اذكر خلاص يا جماعه شيل الصفد حط الصفد معنا. حتى كانوا حاطين لي الحديده وحاطين حوالينها نوع من الاسفنج يعني. وبطل هذا الفيلم عبد الله التركماني، لازم ما ننسى دوره بهذا الفيلم. يمكن هذه الصعوبات المحسوسه يعني، الصعوبات الثانيه ما اعتقد كان في صعوبات ثانيه واجهتنا، كنا ماخذين راحتنا،
كان المناخ والجو اللي احنا كنا فيه كان جو اخوي. ما اعتقد انه كان في مشاكل مع فريق، يعني في صعوبات ثانيه في عدم توفير اشياء معينه من تقنيات فنيه او مثلا تقنيات او اشياء عفوا انتاجيه ممكن نتكلم عنها. لا ما كان في هذه الصعوبات اللي انا كنت اواجهها طبعا كممثل. ما كان في صعوبات ثانيه يعني خارج النطاق التمثيلي، يعني كل شيء كان متوفر. الا اللهم احنا كنا نواجه مشكله، يمكن الصعوبات اللي كنا نواجهها فتره التصوير، يعني احنا يمكن لو كنا احنا مخططين تخطيط افضل من كذي، بمعنى احنا لو حاطين تقريبا اسبوع مثلا كيوم، يعني اسبوع يوميا من الساعه 6 الى الساعه من الساعه 6 مثلا المغرب نجهز لغايه الساعه مثلا اول ظهور، يعني ظهور الشمس او شيء كذي او اول الفجر. احنا كنت ناوي اساسا ان نعرضها بالسينما، بعدين شفت ان الامر يعني اصلا مكلف على فيلم ربع ساعه احسويه بكره طويل الفيلم. خلينا نقول حق نظام تتقبل السينما بنفس الكواليتي اللي اصلا تصور فيه. طبعا التصوير كان 4K، يعني 4000 وشوي اللي هو الريزوليوشن ماله. طيب ما عندنا شاشه عرض 4000، السينما ما تعرض 4000 اصلا، وحسب علمنا ما في اصلا بالعالم شاشه يعني جهاز يعرض 4000. فنزلنا الكواليتي او الريزوليوشن بالاحرى، نزلناه من 4000 الى 2000. طبعا هذا سبب ازمه بالنسبه حق يعني المخرج بدر الحسينان، انه يعني انا مصور 4K وهذا وما ادري شنو، وبعدين بالاخر تنزلوا لي 2K. قلنا لا، يعني مع الاسف التكنولوجيا ما وصلت حق الحلم اللي انت قاعد تحلم فيه، ما وصلت للتكنولوجيا، مضطرين ننصاع لها. نزلنا 2K، حولنا DVD، صار لا صار يعني ربع او ثلث الريزوليوشن ككواليتي وكريزوليوشن من كاميرا تريد. فهني بدل الحسينان وصل حق مرحلة اللي يعني حس انه ما كان في داعي حق كل هالتعب اصلا من البداية. الى ان رحنا قعدنا مع الاستاذ سامي سبيتي الله يعطيه العافية، وقال انه في نظام DCP تقدر تحول فيلمك الى DCP برنامج اساس نقدر نعرضه عندنا بالسينما. فكان يعني كان هذا الامر ريح قلبي، يعني عقب هالمعاناة هذه كلها وبالنهاية ما اقدر اعرضه. غالبا ما يحدث حاليا هو ان الفورمات اغلبها ديجيتال. المشكلة احنا مثلا في الكويت بحكم ان احنا مقلين في اخراج او سينمائي او الانتاج السينمائي، فاحنا ما ندري انه هو اساسا احنا الفورمات مالنا هو فورمات ديجيتال. فناخذ الماده الخام هذه الى نطورها الى عرض KDM ونحولها الى عرض سينمائي، لكن يحصل اننا قاعد ناخذ الديجيتال ونحولها الى 35، لان اعتقد ان هذا هو العرض السينمائي اللي حاصل اليوم. تسرني لو ان انت عندك ديجيتال مو عندك 35، وناهيك ان انت كفيلم ميكر افضل لك انه هو يكون ديجيتال، لانه يوفر لك ميزانيه الطبع. KDM الاساسي الام او المذر الرومتي الاولاني هو مثلا خلينا نتكلم في ماكسيمم بحدود $5,000 مثلا، وطلع منه تريليون نسخه. انما الثاني مثلا في $750 إلى $1,200 على النسخه، والتحميض الرئيسي ممكن توصل لها $3,000-$4,000. فانت تطلع KDM او اثنين، نسخه KDM الثانيه ب $500 يعني ولا شيء يعني بلاش. فتحويل هذا تحويل على فكره الناس مرعوبه منه، اول شيء هو سهل جدا. تعرف شنو وين الصعوبه او المضحك في هذا الموضوع؟ المضحك في هذا الموضوع ان بدر حسينان مثلا ما يعني قال لي يا ابو فهد وين يحمضون؟ وين يسوون؟ فالحمد لله رحنا، كانوا سينسكيب كانوا متعاونين معنا جدا امانه. رحنا قعدنا مع فني العرض ودردشنا معاه وشلون اذا بغينا نسوي الدي سي بي هذا وشلون نقدر نحصله وهذا. الاخراج ايضا سواها قد سأله، يعني في تجارب نجحت لكن on the professional basis ان في مجال احترافي، فعندك الهند موجوده و يعني مو اختراع، مو كيمياء. دشينا
المشكله الاخيره اللي هي ما حد يعرف شنو يعني شلون يسوي دي سي بي، ما حد يعرف شنو يعني دي سي بي اصلا. الكل يقول انه والله الدي سي بي من بريطانيا او من يعني من بلاد برا، وانهم هناك يشغلونه وهذا، واحنا ما علينا الا بس ان نستقبله ونشغل، بس ما ندري شو السالفه. فرديت سوي ريسيرش، دور على البرامج، دور على السيستم، اتعلم السيستم هذا، لان انا شخصيا هم بعد ما كانت لي اي تجربه مع الدي سي بي. تعال تعلم يعني شنو الدي سي بي، وتعال دور البرامج اللي تسوي دي سي بي، وتعال تعلم شنو الصيغه اللي تصدر فيها حق الدي سي بي. ف يعني بالاخير لما طلعنا بكذا نموذج دي سي بي، تعال شغل الدي سي بي الحين. زين احنا سوينا الدي سي بي بس شلون نشغله؟ وهم رد من اول وجديد، ودور شلون على طريقه شغله. بالاخير انقذونا بصراحه شباب سينسكيب، يعني سواء هشام الغانم، الاستاذ السبيتي، والتكنيشن اللي كان عندهم جايش، كانوا خدومين بشكل خيالي، اللي فتحوا لنا قاعات السينما كلها، قالوا لنا اختاروا اللي تبونها، شنو تبون، قلنا لهم ديجيتال دي سي بي، عطونا قاعة دي سي بي، والحمد لله قدرنا ان احنا نجرب ونجحنا، يعني الحمد لله اخيرا ان احنا نطلع بالكواليتي، ما نقول اللي كان متوقع على حسينان، ولكن وصلنا الى نسبة وايد حلوة من الصورة اللي كان متخيلها على الاقل لما نصور بكاميرا ريدي. البرنامج اللي سوينا فيه الرندر حق الدي سي بي قيمته حوالي 7000 يورو، يعني ما يقارب 3000 دولار، بس عشان نطلع الصورة اخر شيء ديجيتال. ايوه عدل، عاش شركتنا والله، داء حق التركيت وعبد الوهاب الغانم. ممتاز اخيرا الحمد لله. الحمد لله. اوكي اخيرا اشتغل فيلم على نفس الصياغه. ها عدل رائد، ثانك يو. اوكي طبعا هذه البكره. ايه طبعا انسى ونسوي بكره لانها غاليه حدها. طبعا اخيرا سوينا الدي سي بي، طلع ارواحنا. ابو ناصر يبي الا 2K هاي كواليتي ديجيتال. الله يسامحك، كل شيء ما يخالف. واخيرا الحين اول تيست الحمد لله كان ناجح. الحمد لله، وان شاء الله على يوم الاحد راح نسوي دي سي بي حق الفيلم كامل ان شاء الله، وراح نعرضها اعلى كواليتي يعني بتاريخ الكويت يا رب، من ناحيه الديجيتال والالوان والتصوير، وإن شاء الله راح نعرضها بعد على 2K اللي هو أكبر ريزوليوشن راح نعرضه في السينما. إن شاء الله، تسلم. ما أحد بعد نفس اسمه ذكرني. مو شو اسمه ذكرني الله يسامحك، خليني اذكر شو اسمه عشان هدوء 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 اكشن. اللي يتميز فيلم ممر والله العظيم راح اسوي ميكينج اوف على ميكينج اوف شي راح اسوي معاك يا مشكله هذه. طيب اللي يتميز فيه فيلم ممر اللي بدر الحسينان اعطاني اللي كم يعني من طاقه معمل، حتى مثلا انا يعني بدون يعني استاذ زرعت ابو ناصر كل طاقه من العمل يعني هو هذا قاعد اخربط قاعد اخربط قاعد اخربط. حلوه والله، حلوه والله.
بس ما يعرف واحد يسولف كلش. انا اتوقع ما راح يمر عليك واحد سبي. عادي عادي. حلو اللي بعده. تمام اسال بعده. شباب تحميل، لا تفسفسون فلوسكم، قرنوا بيوتكم وبلالكم هالتفسفس هذا، وماركم شغل بدر ولا رائد بيودونكم بداية. وانت قاعد تسجل؟ سويتوها فيني. ريلك مشبوك 3 كيلو، فشون راح تمشي؟ شو راح تتحرك؟ فكان في هذا النوع من الصعوبه اللي كانت موجوده يعني. زين رد عيد بس ترى 15 كيلو. 15 كيلو يا جماعه انا ما كنت ادري على هالمعلومه. عيد مره. انت لما طلعت تحت تقول هذا شو ما قاعد يقول. لا 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 عاد والله لما يصير التصوير يلا يلا شباب 3-2-1 اكشن. وعلي طبعا هذا 3-2-1 اكشن. ترماني خذ اي شويه ظفيري ظفيري ظفيري. بدر حسين على طول يا اكشن عود. تتحرك الكاميرا شوي شوي تصعد فوق شنو ظفيري لا تقص الهدروم ماله لا تقص يعدل ما ادري يسمونه هذا الاضاءة يا مهدي لا مفتاح 19 15 9 ادري يسمونه محمد بروحك المشهد 15 اكشن كلاك باك اكلاكيت ما عرفت ليش يدخل مهدي يعدل الليت يجيب ما ادري يسمونه يجيب الليت الاضاءة يك مش مشارك يا جماعة ما سوينا ترى ما سوينا الوحش طبعا هذا هذه اللي الوصلة شيء كان هذا المشهد اللي ممكن يصير يوميا يعني نسينا طبعا اثنين اللي هم العيال الكندري قاعد يعدلون الكاميرا يعدلون صمت ماكو شيء يعني هذا وعد شيء من الايام اللي ما تنسى انا يعني ما انساها بحياتي يعني اوكي المكان كان خلاص عاد رائد يا ترى ما اقول الله والفاينل كومبوزيت كان وايد والفاينل كومبوزيت كان والفاينل كومبوزيت كان شنو كان؟ والله خلي عقب شنو كان الفاينل كان قوي بعد شنو؟ أحب أشكر وايد ناس طبعاً بالبداية أحب أشكر طاقم العمل اللي تحملوا وصبروا إلى أن وصلنا ما شاء الله للميكينج يعني والحمد لله أحب أشكر شباب الديوانية يعني كنت أتأخر عليهم كانوا يور للوكيشن فهد عنزي صالح العصيمي اذكر عبد العزيز القمان صراحه يعني كان سند كبير يعني كان على طول تواصل معي شو اللي صار معك شنو كذا ايش بتسوي على هالمشكله يعني ما ادري شنو اقدر اقول عنه يعني عبد العزيز احمد الرئيس يعني كان يكون معي برا وكان يقعد يمي باللوكيشن على هالوسخ وعلى هذا اشكر احب اشكر بالذات يعني اربعه اشكر عبد الله التركماني حبيبي يعني على تحمله وصبره واحب اشكر استاذ رائد اللي ما شاء الله كملني واحب اختم باثنين يعني حتى طاقم العمل ما كانوا يعرفونهم ولا كانوا حتى يشوفونهم ولا حتى سمعوا عنهم عبد الرحمن التركيت وخليفة الغانم أشكرهم على ثقتهم أشكرهم على صبرهم أشكرهم على إعطائي هذه المسؤولية يعني وأتمنى أني توفقت فيها أمانة لهم شكر خاص يعني لولاهم لما كان فيلم الممر موجود لما أنتج لما كان هناك ميكينج
لو لاهم كان ما كان هناك حدود 30 شخص استفادوا وأكثر من هذا الفيلم، صار بالنسبة لهم سي في يديروه ونقدمونه للناس وتشرفون فيه. أشكرهم جزيل الشكر، ولولاهم يعني لما تم ولا صار هذا كله، لهم الشكر الخالص من القلب، وأتمنى يوصل لقلوبهم.